مخاوف من عزم بناء تشيك 4 مفاعلات نووية قريبة من النمسا. محاكمة 17 مهرب بشر جمعوا أكثر من 900,000 يورو. استمرار التحقيقات في لغز مقتل 3 أشخاص من تجار المستعمل. النمسا تعزز خطة لإدماج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي. انتقادات حول ارتفاع أسعار المنتجات الرخيصة في فيينا. الشرطة المزيفة تحتال على رجل من تيرول 2 مرات وتقوده للمجر. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. تعتزم تشيك تعزيز صناعة الطاقة النووية بشكل كبير، حيث تخطط لإضافة 4 مفاعلات جديدة في محطتي دوكوفاني وتيميلن اللتان تبعدان 50 و70 كيلومترا على التوالي عن الحدود مع النمسا. وتعتزم براغ توسيع نطاق المناقصة لتوسيع قاعدتها النووية، مما يثير شكوكا بين خبراء تشيك والنمسا، حيث يعتبر أن هذا التوسيع مخاطرة بالأمن. يذكر أن رئيس الطاقة التشيكية السابق أشار إلى نقص الخبراء المؤهلين في البلاد لهذا الحجم من المفاعلات النووية. نجحت الشرطة في شتايرمارك في إحباط جرائم تهريب البشر بنجاح، حيث اعتقل 17 شخص يشتبه في تورطهم في تهريب حوالي 500 شخص إلى النمسا. وفي أغسطس 2023 كشفت تحقيقات شاملة عن شبكة تهريب عالمية تعمل في النمسا، حيث كانت الشبكة تسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن، ويفترض أن المجموعة حققت على الأقل 900,000 يورو من الأرباح من خلال تنفيذ ما يصل إلى 26 رحلة تهريب، وستعقد أولى جلسات المحاكمات الأولية من الأربعاء. قدم المكتب الفيدرالي للتحقيق الجنائي المعلومات الأولية في الجريمة التي وقعت في باد فوسلاو بولاية النمسا السفلى والتي قتل فيها 3 أشخاص. وطرحت آثار الدخان على الجثث أسئلة متزايدة بدلا من الإجابات، حيث لقي 3 تجار للبضائع المستعملة حتفهم، وتم إحراق الشقة، وتبحث الشرطة عن حقيقة الوفاة، لكن الأسئلة تزداد مع نتائج التحقيق الأولية، لأن آثار الدخان على الجثث تثير الشك، وذلك بعد العثور على مسدس وبندقية بحوزة المستأجر، وحتى الآن لا يستبعد وجود طرف ثالث في هذه الجريمة. أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ دعم النمسا لدمج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي بخطة شاملة. وأكد شالنبرغ عقب اجتماع وزراء خارجية دول أصدقاء البلقان في روما أن خطة النمو لمنطقة غرب البلقان تعزز التكامل التدريجي شريطة تنفيذ الإصلاحات اللازمة، داعيا لتعزيز التقارب الاقتصادي والاجتماعي مع الاتحاد الأوروبي، ومشددا على ضرورة تركيز الاتحاد الأوروبي على التكامل مع دول البلقان. استقرت أسعار المنتجات الرخيصة في أسواق فيينا عند مستوى مرتفع خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى ديسمبر 2023. وارتفعت تكلفة سلة المشتريات التي تضم 40 منتجا بنسبة 1.6%، أقل بكثير من معدل التضخم العام الذي بلغ 5.6% في ديسمبر، وانخفضت الأسعار قليلا بدءا من مارس 2023، لكن بعض المنتجات ارتفعت بشكل كبير، وطالب الحزب الاشتراكي في فيينا بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية في انتقاد مباشر له للحكومة النمساوية. تعرض رجل يبلغ من العمر 88 عاما من تيرول للاحتيال من قبل أشخاص يدعون أنهم شرطة، حيث خدعوه وسلبوه 1000 يوروهات إضافة لمجوهرات. وادعى الجناة وجود حادث مروري تسببت به ابنته نجم عنه وفاة طفل، مهددين بكشف الحادث إذا لم يدفع كفالة مؤلفة من 5 أرقام باليورو. وبعد نجاح الاحتيال الأول
حاولوا استخدام الحيلة مرة أخرى مطالبينه بالمزيد بعد أن أخبروه بمقتل شخص إضافي وطلبوا منه التوجه إلى المجر مع كمية من العملات الذهبية كان يملكها، واكتشف الرجل الحيلة بعد فوات الأوان. كانت هذه نشرتنا مشاهدينا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.